بعض الناس للأسف الشديد تجده في مجالسة القرآن لا يتأدب بأداب تلاوة القرآن. صحيح أن القرآن يقرأ على الأحوال كلها، يقرأ وأنت قائم وأنت جالس وأنت مضطجع، يمكنك أن تقرأ القرآن وأنت تمشي، هذا كله لا إشكال فيه، ولكن مع ذلك أكمل الأحوال وأفضلها أن تخلو بالقرآن فتقلل من العوائق. يعني مثلا أنت تقرأ القرآن ولكن إلى جانبك هذا الهاتف بين الفينة والأخرى يأتيك عليه إشعار فتنظر من أرسل هذه الرسالة وأنت تقرأ القرآن، هذا لا يتحقق به حسن المجالسة، وهذا أنت لا تفعله مع كبير من كبراء الناس، فلما تفعله مع كلام رب البشر سبحانه وتعالى؟ أو تقرأ القرآن في جو من الملهيات، التلفاز مثلا أمامك أو الحاسوب أمامك أو كذا، هذا كله لا يحقق المقصود. فحسن المجالسة وطول المجالسة يحصل به من صحبة القرآن الفائدة العظيمة جدا. فتجلس تخلو بالقرآن في غرفة في بيت مخصص لذلك، في مكان مخصص كائنا ما كان هذا المكان، وتجلس إلى القرآن وتقرأ وتتمعن وتستفيد وتجالس القرآن، وأنا أزعم أنك ستجد أثر ذلك في قلبك وإن لم تفهم شيئا منه.